السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله سأتكلم عن مناسك الحج التمتع خطوة بخطوة. أولا أقدم إليكم المقدمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت، قيل له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: يا رب، أما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليه البلاغ. فنادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى بيت العتيق فحجوا، فسمعه ما بين السماء والأرض. أيها الإخوة الكرام، إن الحج ركن من أركان الخامس في الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده بقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الكرام، الحج أعظم الحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات. الحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، كما جاء في حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يسفك فرجع كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة الكرام، فجاء في صحيح مسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ عن مناسك الحج التمتع خطوة بخطوة، سوف أتكلم عن أنواع الحج ومواقيت الحج. إن الحج 3 أقسام: حج الإفراد، حج القران، حج التمتع. حج الإفراد يحرم الحاج ويلبس ثياب الإحرام عند حدود الميقات بنية الحج فقط. حج القران يحرم الحاج ويلبس ثياب الإحرام عند حدود الميقات بنية الحج والعمرة معا. وحج التمتع يحرم الحاج ويلبس ثياب الإحرام عند حدود الميقات بنية العمرة، وبعد أداء العمرة يحرم الحاج ويلبس ثياب الإحرام مرة ثانية في مكانه. أيها الإخوة الكرام، سوف أتكلم أمامكم عن مواقيت الحج. المواقيت قسمان: مواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فالمواقيت الزمانية وقت الحج لقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. فالمواقيت المكانية ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. أيها الإخوة الكرام، سوف أتكلم أمامكم عن مناسك الحج التمتع خطوة بخطوة. يعني نوينا تقصد بالعمرة أولا: الإحرام، يلبس ثياب الإحرام عند حدود الميقات بنية العمرة، وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتستمر بالدعاء والذكر في أيام الحج. أيها الإخوة الكرام، فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم بيت الحرام، يطوف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. 7 أشواط، يعني بعد دخول مكة أولا تطوف بيت الله الحرام، وتطوف 7 أشواط حول الكعبة، حول
الكعبة، وبعد انتهاء الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويقول سبحانه وتعالى: ويتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وبعد انتهاء من الطواف إذا تمكن من ذلك، ويقوم الحجاج، يعني بعد انتهاء الطواف يقوم الحجاج بالسعي بين الصفا والمرأة 7 أشواط بدعا من الصفا إذا كان متمتعا، إذا كان متمتعا فتبدأ بالسعي من الصفا وتقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتنتهي السعي 7 في مروة. أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف، إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو القصر إذا كان متمتعا، وأما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. يعني متمتع يتحلل من الإحرام ومن ملابس الإحرام بالحلق أو التقصير. وفي اليوم الثامن من ذي الحج، وفي اليوم الثامن من ذي الحج إذا كان الحاج متمتعا يجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة ثانية من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يسير الحجاج إلى منى، ثم يسير الحجاج في يوم الثامن على يوم الثامن من ذي الحج إلى منى، ويسمى يوم التروية، ويسمى يوم التروية، ويقف في منى إلى التاسع من ذي الحجة فجرا، وبعد ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. بعد طلوع الفجر التاسع من ذي الحج يسير الحجاج من منى إلى عرفة، إلى جبل عرفة، ويقف هناك حتى غروب الشمس، ويؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. ثم يستمر الحجاج بالذكر والدعاء حتى غروب الشمس، يعني بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقت تقف في عرفة، ومن دون وقوف بعرفة لا تصح الحج، ومن دون وقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء قصرا وجمع تأخير، ويبيتون فيها يعني في مزدلفة. وفي اليوم العاشر من ذي الحج يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النهر، فيقوم في خلال عدته بالشعائر، فتتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحجاج فيها برمي 7 حصيات و21 جمرات الثلاث الثاني
والثالث والرابع أيام العيد لمن أراد الوقوف، يعني بعد يوم العيد، أنا 11 من ذي الحج، 12 من ذي الحج، و13 من ذي الحج، لو أراد الوقوف وترمي الجمرات كل يوم 21 إلى الصغرى إلى الوسطى إلى الكبرى، ومن لا يريد. وبعد ذلك ذبح الهدي، ذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة، ويحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم، ويتحلل من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. وينزل الحجاج إلى مكة، وينزل الحجاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمرأة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن، ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحلل لهم ما كان محظورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، فانتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام، فيتمكن لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.